تيجي نشوف جمهورنا كان بيقول ايه النهارده على موضوع الحلقه. نتفرج. موضوع الحلقه يا شباب بيقول فوز الزمالك بكأس السوبر الافريقي للمره الخامسه في تاريخه. البدايه من عند نضال محمد بيقول الحمد لله على الفوز واللقب القاري، الزمالك سيد افريقيا بكل ما تحمله الكلمه، بشكر كل الجهاز الفني واكيد المدير الفني وطبعا اللعيبه الكبيره، افضل لعيبه في افريقيا ولازم يصدقوا ده. بشكرك يا استاذ نضال. خالد احمد بيقول مساء الخير على حضرتك يا استاذ احمد حازم وعلى ضيفك الكريم نجم نادي الزمالك السابق الكابتن احمد قطاوي، الف مبروك لينا لنادينا العظيم على السوبر افريقيا، ونشكر اللعيبه الرجاله اللي شرفونا امام العالم كله، ونشكر الجهاز الفني ومجلس الاداره على كل مجهوداتهم اللي قدموها لفريق نادي الزمالك، وتحياتي لحضرتك يا استاذ احمد ولفريق العمل في البرنامج ولقناه الزمالك. بشكرك يا استاذ خالد، شكرا جزيلا. احمد حمدي بيقول مبروك لنادينا العظيم سوبر وبطوله افريقيه جديده، الحمد لله ربنا نصرنا بعد ما الكل شكك فينا، بس احنا الزمالك كالعاده ملوك اللعبه واسياد القاره، بشكر اللعيبه على مجهودهم وبشكر الجمهور العظيم على الدعم والحناجر اللي تهالكت امبارح، الحمد لله. بشكرك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. حسام فوزي مساء الخير، مساء النصر، احنا ملوك الكوره في مصر، الف مبروك يا ابطال، فرحتونا وتستحقوا البطوله عن جداره، كنتم ابطال بالفعل وان شاء الله مزيد من البطولات. بشكرك يا استاذ حسام، شكرا جزيلا. هنختم بالاستاذ عبد الله صبري، مساء الفل عليك يا كابتن احمد صديقي الغالي، الف مليون مبروك للعائله الملكيه بكل من فيها، مبروك للجهاز الفني واللاعبين، مليون مبروك لاعضاء مجلس الاداره، مليون مبروك لاعظم واوفى جمهور في الكون، شكرا للمره المليون للجميع، كنتم رجال واسعدتونا، ما اجملها بدايه موسم، بدايه سوبر افريقي نقدر نبني عليه في اللي جاي ان شاء الله، مليون مبروك يا زمالك. بشكرك يا استاذ عبد الله، شكرا جزيلا.